صباح الخير. صباح النور. اليوم جهزي نفسك انك حطيني. والله؟ ايوه. عاد انا اعشق الكرافتس لانها من الاشياء اللي جدا نادره تلاقيها في السعوديه. ايش اللي جاء في بالكم انكم انتم تفتحوا ورك شوبس في هذا المجال او يعني من فين بدايه الفكره؟ هي يعني قبل ما تكون فكره هوايه. انا دخلت اسلاميك ارت اصلا فنون اسلاميه. أوه. انا وسويل كنا مع بعض يعني احنا تعرفنا على بعض في الجامعه. يعني لما اول ما تخرجت كنت دائما بالذات يعني اوكي احنا اخذنا الخزف والسيراميك والامور هذه بس عمرها ما اخذنا على العجله حاجه. يعني كنا دائما تتذكري في المعمل نيجي نشوف البوتري طب نبغى يعني طب. فانا عن نفسي خلصت على طول الجامعه كنت اخلص من دوامي اللي في الشركه واخرج واروح اتدرب على العجله. هذا عندنا في السعوديه في جده. هل انت شاركتي في معارض برا السعوديه او دراستك كانت برا السعوديه؟ لا انا كله درست هنا. دائما يسالوني سؤال في اي جامعه برا درستي اقول لهم ترى يعني ترى الانسان لما ينجح مو ضروري يكون درس برا. ترى يعني انا درست هنا في السعوديه وفي جده وعملت كل اللي عملته هنا في السعوديه. يعني ما احتجت اني اطلع برا. وبدأت مشروعي كيراموس وسجلته كأول براند سعودي متخصص في مجال الإنتاج ومجال التدريب. برافو عليك والله. أنت مش بتعمل هنا؟ الحين مرحلة العجلة. أول مرحلة قبل التشكيل على العجلة لأنه يكون فيها شايفة الهواء ده. الهواء ده لو دخل معنا في الفرن حيكسر القطعة. حابة أنا أعجب بنفسي عشان أعرف أو ناخد كده مور ديتيلز على الموضوع حق الهواء. تضغط من فوق لتحت كذا بس مش رول كامل بس ضغطه بس. اوكي كاسية ايوه تلفي خلاص تكبرين كذا. يلا يلا على العجله. يلا حنشوف الان كل الستبس. احنا لسه ما بدانا وانا اوريدي. طيب خذي زئزير رسمي ملابسي اعطيني الطينه بسيها عشان ما تنشف تفضل في يدك. أيوة. حنبدأ الآن نشتغل على المج أو الكاسة اللي سويل ومروج حيعلموني عليها. طيب حطينا الطين. حطينا نثبتها. نثبتها. تاخذي الطينة وشوية موية حتحطيها من هنا كده بس. ليش؟ عشان تثبت على الخشبة أو على العجلة. تمسك عليها. أيوه. أنت خلاص حطيتي كده كفاية. أيوه كده كفاية. طيب ثبتيه الان؟ اتوقع انه ثابت. ايوه خلاص اوكي. نشغل العجله بالدواسه. سو حضغط كذا. شيلي رجلك عنها وابعدي هذا. اوكي. فكذا اشتغلت العجله وراح نبدا نعمل الكوب. شوفي سوي كذا. ايوه كذا. قربي يدك. طب ايش طموحكم في المجال؟ يعني هل ناويه تعملي مثلا براند برودكت معينه؟ احنا بننتج كستمايز للعميل مو نبيع كذا منفذ بيت. اوكي. احنا بنعمل الجيف اويز اللي بيعطوها للناس عرفتي للسياح مثلا اذا كان في مؤتمر. Good job so far. انا حوريك الان بس تغسلي وترجعي حوريكي تفنيش القطعه يعني كيف انا اخرجها في النهايه. طبعا رجعنا بعد ما ريفرشت ابيت علشان نعمل مرحله الفينشينج او التشطيب النهائي. انت خلصتي هذا الكوب حينشف انه مو مره ناشف ولا كذا ونرجع نحطه على العجله. نبدا كذا شايفه كيف الخطوات؟ لا هنا مرحله الديزاين. هنا عشان كيف تظهر الفينشينج حق الديزاين فعلا. طيب احنا الحين خلصنا تقريبا من الكوب الان المرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها لازم ينشف يومين ونبدأ لمرحلة الفرن. طب ينفع نشوف الفرن؟ هل له معايير معينة؟ له معايير وله أشياء كثير. هو يعني أصعب مرحلة في التكوين. طيب جينا عند المرحلة المهمة الفرن. الفرن هو دائما اللي بيحدد القطعة إذا هي كويسة أو لا لأنه أحيانا لما يكون فيها الهواء شفت اللي تكلمنا عنه في البداية ممكن تكسر جودة الفرن. احنا يعني بنعبي عادة القطع وفيها اللي هنا اللي حق الحرارة كيف تتحكمي بالحرارة لأنك عندك درجات الحرارة مختلفة للطين للألوان. بنحطها أحيانا تجفيف يعني كل هذه الأمور هنا بتتم داخل الفرن. طيب نشوف التلوين. يلا نبدأ في الألوان.
وصلنا لمرحلة التلوين. حتورينا هنا سويل ايش الالوان الموجودة وايش الستبس اللي حتصير بعد كذا. اوكي دحين عندنا القطعة بعد الفرن وعندنا الالوان، عندنا نوعين من الالوان الاندر جليز والجليز، واللون يختلف قبل الفرن وبعد الفرن. اوكي سو انا الان حلون وانتوا تشرحوا لي ايش مخططاتكم المستقبلية. يكون في كل بيت سعودي منتج من كلاموس، ومو بس سعودي يعني نطمح انه احنا نبدا نطلع المنتجات اللي احنا نسويها لبرا. كيف النتيجة النهائية حتكون؟ حتكون زي هذه تقريبا، شايفة اللون كيف بيتغير بعد الجليز؟ هذا حطينا عليه الجليز. اوكي فكنة اللون بتبان. انا جدا تشرفت اليوم فيكم وكانت من الفقرات الجميلة كمان في البرنامج، اتمنى لكم كل التوفيق. وحرجع اخذ كاستي ما حسيبها اكيد. ان شاء الله تكونوا كمان استمتعتوا بالفقره واخذتوا فكره عامه عن الخزف والسيراميك والبوتري ان جنرال.